بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف طريقة ان انا اشغل الريفت اونلاين على البراوزر. هو في موقع اسمه كاد اون ذا كلاود، كاد اون ذا كلاود. اول ما بيتفتح بيقول لي كليك تو ران، بيقول لي ادخل بحساب جوجل. فبقول له هدخل بحساب جوجل، فبيبدأ يحمل لي الريفت. وبتلاقي فيه كل الادوات اللي انت عايزها، اذا كنت مثلا عايز تزرع حاجة، عايز تخف حاجة. يعني ده مثلا اهوت، ممكن تقول له انا عايز اشوف المبنى. ممكن تيجي على البراوزر وتقول له مثلا انا عايز اشوف دور معين. وممكن تقول مثلا انا عايز ازرع حاجة واخد حاجة، فبتقول له في في، وتقول له مثلا عايز اخفي كل حاجة مثلا ما عدا الكولوم. اقول له اوكي. وممكن ترسم اذا كنت عايز ترسم مثلا وول او دور، كل الحاجة كانك انت شغال على الريفت الطبيعي خالص. تمام. فالموقع اسمه كاد اون ذا كلاود.